لقاء افتتاحي جديد نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقديم أعضاء ولايته الثانية، مناسبة قدمت كفاءات أكاديمية وبيداغوجية رفيعة المستوى قصد النهوض بالقطاع التربوي والتعليمي ببلادنا. أنا شخصيا جد متفائل بما سيقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة أن مكونات المجلس كلها على إرادة قوية في جعل هذه التجربة الجديدة تجربة أساسية ومنعطف كذلك في كل ما له علاقة بما يجب أن يتم داخل المجلس. الولاية الثانية عرفت تعيينات شخصيات بارزة ووازنة في الحقل الأكاديمي والتربوي الوطني بغية الإسهام كل حسب تجربته في النهوض بالقطاع. طبعا ما يمكن إلا نكون مشرف وسعيد بهذا التعيين، هو في الواقع تكليف ومسؤولية قبل ما يكون تشريف، والدور ديالي جانب السيد رئيس المجلس وكل الأعضاء هو يعني الدراسة كل ما طلب الرأي من المجلس، وطبعا تقديم قوة اقتراحية لتواكب العمل. فعلا سعادة ما كتمنعش بأنه كنحسوا بجسامة المسؤولية. الحقيقة حنا دابا خارجين وتيحس الإنسان بأنه الكتف ديالو تقال، وتنتمنوا نكونوا في مستوى الثقة. كما انتذب عن طلبة وتلامذة المدرسة والجامعة المغربية ممثلين سيسهمون بدورهم في نقل أصوات زملائهم في إطار إشراك كل الفاعلين لتحقيق الهدف المنشود. أنا بصفتي ممثلة التلاميذ، الدور ديالي هو إيصال صوت التلاميذ وشنا هي الحاجة اللي باغينها التلاميذ تصلح في التعليم باش يكون مغرب الغد أفضل. احنا كفئة ديال ممثلين الطلبة على الصعيد الوطني، الهدف ديالنا هو سيرورة ديال التنمية اللي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بالانفتاح للبحث العلمي. منذ أحداثه عمل المجلس كمؤسسة دستورية على تقديم الدراسات والتقييمات والآراء بهدف تحقيق حكمة جيدة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.